خلونا دلوقتي نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها المؤتمر الصحفي اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض فيه موقف الطروحات الحكومية والإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. يمكن يا بسنت المؤتمر ده تحديدا كان يعني برضو نقطة هامة جدا في نشاط الحكومة، لأن نوع من أنواع المصارحة والمكاشفة، وبنقول للناس احنا وصلنا لحد فين في برنامج الطروحات، وفي نفس الوقت بنعرف الناس فكرة التخارج اللي موجود للحكومة وزيادة يعني تواجد القطاع الخاص في الاقتصاد تحديدا، لأن في وقت من الأوقات كان لابد من وجود الحكومة علشان خاطر تقدر اللي هي تعمل استقرار إلى حد ما، وتقدر تضخ يعني أموال في عدد كبير جدا من القطاعات الهامة، لأن احنا كنا خارجين من يعني ثورات وكان في تهالك، قدرنا ان احنا نبني مؤسسات الدوله. والنهارده بدات الحكومه تتخارج من القطاع الاقتصادي وتزود تواجد القطاع الخاص لزياده الفرص الاستثماريه والمنافسه. كمان الدكتور مصطفى مدبولي ترأس بالامس اجتماع الحكومه لمناقشه عدد من الموضوعات والملفات، ووجه بسرعه تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات في واحه سيوه بمحافظه مطروح. خلونا نعرف تفاصيل هذا الاجتماع واخبار ثانيه في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. وقال إن برنامج الطروحات نجح في الحصول على 1.9 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة، وإن الحكومة بتركز على تشجيع القطاع الخاص. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة اللي قام بيها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بواحد سيوة بمحافظة مطروح. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح اللي بينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي القوات الخاصة، وذلك بقيادة قوات المظلات، وده بيأتي في إطار اللقاءات الدورية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. امبارح نظمت أكاديمية الشرطة فرقتي حماية المدنيين بمناطق الصراع ودور المرأة كعنصر شرطي أو مدني في مهام حفظ السلام للكوادر الأمنية من دول الكومنولث، وده بيأتي في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من دور هام ومحوري في دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين من خلال المساهمة في مهام حفظ السلام الدولية التي لم تقتصر على المساهمة الميدانية بكوادرها، بل تمتد أيضاً إلى المساهمة في تدريب وبناء قدرات الكوادر الأجنبية المشاركة في تلك المهام. أما بالنسبة للأخبار اللي معانا في المحافظات، فمحافظة الدقهلية أعلنت عن تخصيص 2 مليار جنيه للمشروعات الخاصة بتحسين البيئة. أما في الغربية فتم البدء في تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة في المدارس. الغربية خلينا نروح لمحافظة الشرقية، لأن امبارح تم الإعلان عن ارتفاع توريد القمح للشوان والصوامع ل 534 ألف طن، وفي سوهاج تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 38 ألف مواطن في القوافل العلاجية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر في محافظات الجمهورية المختلفة من خلال هذا التقرير. Moi.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الدقهلية أكدت المحافظة أن التكلفة الاستثمارية اللي أنفقتها الدولة على ملف تحسين البيئة بالمحافظة بلغ 2 مليار جنيه تقريباً خلال 3 سنين من خلال عدد من المحاور، منها رفع المقالب العشوائية وإنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات وإنشاء مدفن صحي طبقاً للاشتراطات البيئية. في الغربية أعلنت مديرية التعليم انطلاق فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2022-2023 للطلاب والمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، وهتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام بنطاق المحافظة. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشباب والرياضة انطلاق فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء. بيشارك في الدوري 64 فريق على مستوى المحافظة في خماسي القدم، وهتستمر فعاليات الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر القادم. في جامعة المنوفية تم الإعلان عن انطلاق ملتقى التوظيف في 18 من يوليو الجاري بالصالة المغطاة باستاد الجامعة. الملتقى هيضم عدد كبير من الشركات، وهيتم عمل منصة توظيف إلكترونية لعرض الوظائف ومتطلباتها وشروط التقديم لكل وظيفة، ده بالإضافة لإقامة ورش عمل تخدم احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل الخريج للوظائف المطلوبة. في سوهاج قامت مديرية الشؤون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 38,860 مواطن ومواطنة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة خلال 30 يوم، وشملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة، وهي الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات، الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال، ومبادرة كبار السن. في الشرقية أعلنت مديرية التموين عن توريد 271 طن و406 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة 534,926 طن قمح، وده مع تفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها. في المنيا سلمت مديرية الشباب والرياضة الدفعة الأولى لدراجات المرحلة الرابعة لمبادرة دراجتك صحتك لأسر الشهداء والمصابين، واللي بتأتي في إطار سياسة الدولة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري. في قنا اعتمدت المحافظة الحد الأدنى لمجموع القبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023-2024 على أن يكون 278 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المنتهي، ومن المقرر قبول 50 طالب هذا العام.